نظم ناشطون سياسيون في محافظة الكرك وقفة احتجاجية في مسجد الشهداء بلواء المزار الجنوبي، وطالب المشاركون في الوقفة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل، كما نددوا بعدم استجابة الحكومة لمطالب الأردنيين القاضية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب وإلغاء معاهدة وادي عربة، ردا على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للشهيد القاضي زعيتر. الاعتداء على العداله. احنا كلجان شعبيه عربيه فرع المزار الكرك ننفذ فعاليه اسبوعيه تقريبا وفي ايام الاسبوع. مطالبنا هي حكومه انقاذ وطني، حكومه تحترم الاردنيين وتحترم دماء الاردنيين. المطلب الثاني وفي هذا الوقت العصيب ان يطرد السفير الاسرائيلي او تكنس السفاره الاسرائيليه من الرابيه وان يسقط مشروع كيري.